السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، أسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان المبارك. سيكون موضوع محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان Electric Potential أو ما يسمى بالجهد الكهربائي، وستغطي هذه المحاضرة جزءا من المواضيع المطروحة في الفصل السابع عشر من الكتاب المقرر كما هو موضح في خطة هذا المساق. Electric Potential is sometimes called voltage or electric field potential or electrostatic potential. إذا جميع هذه المفاهيم هي تكافئ الجهد الكهربائي، وسنتحدث خلال هذه المحاضرة عن بعض المواضيع المهمة والتي تتعلق بالجهد الكهربائي. Electric Potential and Potential Energy. إذا سنتحدث خلال هذه المحاضرة عن العلاقة التي تربط طاقة الوضع الكهربائية بالجهد الكهربائي. Relation between Electric Potential and Electric Field. أيضا سنتحدث عن العلاقة بين المجال الكهربائي والذي درسناه في المحاضرة الماضية وعلاقته بالجهد الكهربائي. Electric potential due to point charge. أيضا سنتحدث عن الجهد الكهربائي الناشئ عن توزيع من الشحنات النقطية خلال هذه المحاضرة. Electric potential and potential energy. إذا افترضنا أنه لدينا مجال كهربائي، وهذا المجال الكهربائي ناشئ عن توزيع من الشحنات الكهربائية، وقمنا بإحضار شحنة كهربائية موجبة من اللانهاية إلى داخل هذا المجال الكهربائي بواسطة مؤثر خارجي ودون تغيير طاقتها الحركية، أي تم نقلها بسرعة ثابتة وعكس اتجاه المجال الكهربائي، فإن هذه الشحنة ستتأثر بقوة كهربائية مقدارها يساوي the electric charge times the electric field. وكما تعرف أن القوة الكهربائية هي تعتبر من القوى المحافظة، وبالتالي نستطيع أن نقول أن الشحنة الكهربائية في هذه الحالة والمجال الكهربائي تشكل معا نظام يسمى نظام الشحنة والمجال الكهربائي. الآن ماذا لو تركنا هذه الشحنة تتحرك بشكل حر داخل المجال الكهربائي؟ فبالتأكيد فإن هذه الشحنة ستأثر بقوة كهربائية تؤدي إلى تحريكها باتجاه المجال الكهربائي، وبالتالي فإن هذا النظام يبذل شغلا لتحريك هذه الشحنة. وكما تعلم فإن هناك نوعين من أنواع الشغل، the work done on the system، وفي هذه الحالة فإن الشغل المبذول على النظام يؤدي إلى زيادة طاقة النظام، وعادة ما يتم بواسطة قوة خارجية أو مؤثر خارجي. أيضا the work done by the system، الشغل الذي يبذله النظام، وفي هذه الحالة فإن الشغل يؤدي إلى نقصان طاقة النظام. وكما هنا في هذه الحالة فإن المجال الكهربائي يبذل شغلا لتحريك هذه الشحنة، وبالتالي تقل طاقة هذا النظام. ويمكننا حساب مقدار هذا الشغل، the work done by the internal system is the electric force times the displacement which is parallel to the electric force in this case. And you know that the electric force is the electric charge times the electric field. إذا كما تلاحظ هنا فإن الشغل الذي يبذله النظام هو عبارة عن حاصل مقدار الشحنة مضروبة في المجال الكهربائي مضروبة في مقدار الإزاحة لهذه الشحنة داخل هذا النظام. إذا كما تلاحظ هنا فإن هذه الإزاحة والتي يرمز لها بالرمز DS هي إزاحة ضئيلة، وغالبا ما نعبر عنها باستخدام مصطلح infinitesimal displacement، أي أن هذه القوى الكهربائية أدت إلى إزاحة هذه الشحنة بمقدار ضئيل. هذه إذن مقارنة ما بين نظام مجال الجاذبية الأرضية والأجسام وأيضا نظام مجال الكهربائي والشحنات. فكما تلاحظ هنا إذا كان لدينا جسم كتلته M موضوع بالقرب من سطح الأرض عند النقطة A، وقمنا بنقل هذا الجسم من النقطة A إلى النقطة B والتي تقع على ارتفاع H عن سطح الأرض بواسطة مؤثر خارجي أو قوة خارجية دون أن يتم تغيير الطاقة الحركية لهذا الجسم، فإننا في هذه الحالة نبذل شغلا خارجيا على هذا النظام، وبالتالي تختزن هذه الطاقة في هذا النظام على شكل طاقة وضع في هذا الجسم عند النقطة B. وكما تلاحظ هنا إذا كان لدينا شحنة موجبة موضوعة بالقرب من الصفيحة السالبة عند النقطة A، وقمنا بنقل هذه الشحنة من النقطة A إلى النقطة B بالقرب من الصفيحة الموجبة بواسطة مؤثر خارجي أو قوة خارجية دون أن يتم تغيير الطاقة الحركية لهذه الشحنة، فإننا في هذه الحالة نبذل شغلا خارجيا على هذا النظام، وبالتالي تختزن هذه الطاقة في هذا النظام على شكل طاقة وضع في هذه الشحنة عند النقطة B. وكما تلاحظ هنا إذا تركنا هذا الجسم ليتحرك بشكل حر داخل مجال الجاذبية الأرضية، فإن هذه الطاقة ستتحرر ويستحرك هذا الجسم باتجاه سطح الأرض. وكما تلاحظ هنا في هذه الحالة للشحنة أيضا، فإن إذا تركنا هذه الشحنة لتتحرك بشكل حر فإنها ستتحرك باتجاه المجال الكهربائي، وبالتالي تتحرر هذه الطاقة وتقل طاقة هذا النظام.
لأنه كما تلاحظ فإن طاقة الوضع عند النقطة B هي أعلى منها من طاقة الوضع عند النقطة A. إذا كان لدينا قوى محافظة فإنه يمكننا الحديث عن طاقة الوضع، وكما تعلم فإن شغل القوى المحافظة لا يعتمد على المسار وإنما يعتمد فقط على نقطة البداية وعلى نقطة النهاية. فإذا كان لدينا جسم موضوع على سطح الأرض وقمنا بنقل هذا الجسم أو تحريك هذا الجسم إلى ارتفاع معين بواسطة قوة، فإن طاقة الوضع في هذه الحالة فقط تعتمد على نقطة البداية وعلى نقطة النهاية ولا تعتمد على المسار. فإذا قمنا بتحريك هذا الجسم من هذه النقطة بشكل مستقيم إلى ارتفاع معين أو بشكل متعرج أو بشكل لولبي، فإن طاقة الوضع لن تتغير في هذه الحالة، إنما تعتمد فقط على نقطة البداية وعلى نقطة النهاية. وأيضا كما تعلم فإن القوى الكهربائية كما تحدثنا هي عبارة عن قوى محافظة وتعتمد فقط على موقع الشحنات الكهربائية، وبالتالي يمكننا الحديث عن طاقة الوضع الكهربائية The Electric Potential Energy. وكما تلاحظ هنا في هذه الحالة، فإذا كان لدينا صفيحتين الأولى جهدها مرتفع والثانية جهدها منخفض، ووضعنا شحنة عند النقطة A داخل هذا المجال الكهربائي وتركناها لتتحرك داخل هذا المجال إلى النقطة B، فإن التغير في طاقة الوضع فقط سيعتمد على النقطة A والنقطة B ولا يعتمد على شكل المسار. إذا تحركت هذه الشحنة بشكل نصف دائر على سبيل المثال، أو إذا تحركت بشكل متعرج داخل هذا المجال الكهربائي. كما تعلم فإن الشغل الخارجي والذي تبذله القوى الخارجية لنقل جسم داخل هذا النظام وبسرعة ثابتة ودون أن يتم تغيير الطاقة الحركية لهذا الجسم يؤدي إلى اختزان طاقة في هذا النظام، وبالتالي يكون التغير في طاقة الوضع لهذا الجسم هو يساوي مقدار الشغل الخارجي. وهذا أيضا ينطبق على الشحنات الكهربائية والمجال الكهربائي. فكما تلاحظ هنا، إذا كان لدينا شحنة كهربائية موجبة وتم نقلها من النقطة B إلى النقطة A بواسطة قوة خارجية ودون أن يتم تغيير طاقتها الحركية، فإنه في هذه الحالة فإن الطاقة تختزن في هذا النظام، وبالتالي يكون التغير في طاقة الوضع لهذه الشحنة يساوي مقدار الشغل الخارجي. أما إذا كان لدينا شحنة سالبة، فإن الشحنة السالبة يتم تحريكها من النقطة A إلى النقطة B بواسطة القوة الخارجية ودون أن يتم تغيير طاقتها الحركية. وكما تلاحظ هنا أيضا، إذا تركنا هذه الشحنة الموجبة عند النقطة A لتتحرك بشكل حر، فإنها ستتحرك من النقطة A إلى النقطة B، وبالتالي تقل طاقة الوضع لهذه الشحنة، وبالتالي تقل طاقة هذا النظام. إذا التغير في طاقة الوضع لهذه الشحنة تحت تأثير القوة الكهربائية هو يساوي سالب الشغل الكهربائي أو سالب الشغل الذي تبذله القوة الكهربائية. إذا كما تلاحظون، هذه مقارنة ما بين نظام الشحنة والمجال الكهربائي ونظام الجاذبية الأرضية والأجسام. فكما تلاحظون عند انتقال هذه الشحنة تحت تأثير المجال الكهربائي من النقطة A إلى النقطة B، فإن طاقة الوضع الكهربائية لهذه الشحنة تقل، وبالتالي تقل أيضا طاقة النظام بشكل كلي. وكما تلاحظ هنا عند انتقال الأجسام أو سقوط الأجسام من النقطة A إلى النقطة B، فإن طاقة الوضع لهذا الجسم تقل، وبالتالي تقل طاقة هذا النظام. إذا كما تلاحظ هنا، فإنه لدينا جسمين مختلفين في الكتلة ولهما نفس الارتفاع، فالجسم الذي كتلته أكبر له طاقة وضع أكبر عند هذا الارتفاع مقارنة بالجسم الذي كتلته أقل. وكما تشاهد هنا أيضا، فإنه لدينا شحنتين مختلفتين في المقدار ولهما نفس الجهد الكهربائي، لأن كلاهما يقع بالقرب من الصفيحة الموجبة. وكما تلاحظ هنا، فإن الشحنة الأكبر تمتلك طاقة وضع كهربائية أكبر مقارنة بالشحنة الأقل. وكذلك نفترض أن مقدار هذه الشحنة ضئيل جدا وبالتالي لا يؤثر على المجال الكهربائي. وكما هو معلوم، فإن القوى الكهربائية تبذل شغلا لتحريك الشحنة الموجبة وإكسابها تسارعا باتجاه الصفيحة السالبة. أما إذا كانت الشحنة سالبة، فإن هذه القوى الكهربائية تبذل شغلا على هذه الشحنة السالبة وتكسبها تسارعا باتجاه الصفيحة الموجبة. وكما هو معلوم، فإن الشغل الذي تبذله القوى بشكل عام هو عبارة عن حاصل القوة مضروبة في الإزاحة مضروبا في جتا الزاوية بين القوة والإزاحة. وهذا ينطبق أيضا على القوة الكهربائية. The work done by the electric force equals the force times the distance or the displacement. The force in this case, which is
كيو تايمز ذا الكتريك فيلد. وبالتالي تصبح الشغل الذي تبذله القوى الكهربائية يساوي عبارة عن الشحنة مضروبا في المجال الكهربائي مضروبا في الإزاحة التي قطعتها هذه الشحنة عند انتقالها من النقطة A إلى النقطة B. طبعا هذا القانون هو صالح فقط إذا كان لدينا مجال كهربائي منتظم. إذن كما ذكرنا قبل قليل، عند انتقال هذه الشحنة من النقطة A إلى النقطة B تحت تأثير المجال الكهربائي، فإن التغير في طاقة الوضع الكهربائية لهذه الشحنة يساوي سالب الشغل الذي تبذله القوى الكهربائية. إذن the change in potential energy equals negative the work done by the electric field. And the work done by the electric field equals the electric charge times the electric field times the displacement between points A and B. وإذا قمنا بتعويض هذه العلاقة في هذه المعادلة فإننا سنحصل على هذه العلاقة كما تشاهد هنا. Potential energy at point B minus potential energy at point A equals negative electric charge times the electric field times the displacement between point A and point B. وكما تلاحظون هنا فإن هذه العلاقة هي صالحة للمجالات المنتظمة. وعند انتقال هذه الشحنة من النقطة A إلى النقطة B فإن طاقة الحركة لهذه الشحنة تزداد بينما تقل طاقة الوضع لهذه الشحنة، ولكن تبقى الطاقة الكلية لهذا النظام تبقى ثابتة لأن هذا النظام هو نظام محافظ، والطاقة الكلية في هذه الحالة هي عبارة عن مقدار مجموع طاقة الوضع زائد طاقة الحركة لهذا النظام. Positive charge has its greatest potential energy at point A near the positive plate. إذن كما تلاحظ هنا فإن الشحنات الموجبة تمتلك أكبر طاقة وضع لها عندما تكون بالقرب من الصفيحة الموجبة عند النقطة A. وعند انتقالها تحت تأثير المجال الكهربائي إلى النقطة B فإن طاقة الوضع الكهربائية لهذه الشحنات تقل. وهنا يجب أن نلاحظ شيء مهم جدا، بأن جهد النقطة A هو أعلى من جهد النقطة B، وبالتالي عند انتقال هذه الشحنة من النقطة A إلى النقطة B تحت تأثير مجال كهربائي فإن التغير في طاقة الوضع يكون أقل من صفر، وكذلك فرق الجهد بين النقطتين A و B يكون أقل من صفر. Negative charge has its greatest potential energy at point B near the negative plate. أيضا بالنسبة للشحنات السالبة فإنها تمتلك أكبر طاقة وضع لها عندما تكون بالقرب من الصفيحة السالبة عند النقطة B. وعند انتقالها إلى النقطة A فإن طاقة الوضع الكهربائية لهذه الشحنات تقل. وهنا يجب أن نلاحظ أن التغير في فرق الجهد في هذه الحالة يكون موجب، بينما التغير في طاقة الوضع الكهربائية للشحنات السالبة يكون أقل من صفر في هذه الحالة. إذن كما تعلم فإن المجال الكهربائي هو عبارة عن النسبة ما بين القوى الكهربائية إلى الشحنة. The electric field is the electric force over the electric charge Q. وكما تعلم أيضا فإن الجهد الكهربائي يعرف بأنه طاقة الوضع الكهربائي التي تمتلكها الشحنة عند نقطة معينة مقسومة على مقدار تلك الشحنة. The electric potential is defined as the electric potential energy per unit charge. وكما تلاحظ هنا the electric potential at point A is the potential energy at point A over the electric charge Q. فكما تلاحظ هنا أيضا فإن الوحدة التي يقاس بها الجهد الكهربائي هي وحدة جول بير كولوم، وتسمى هذه الوحدة فولت ويرمز لها بالرمز V. طبعا أيضا إذا أردنا معرفة الجهد الكهربائي عند النقطة B، V at point B is the potential energy at point B over the electric charge Q. وكما تلاحظ هنا هذه المقارنة فإن المجال الكهربائي هو عبارة عن نسبة ما بين القوة إلى الشحنة، وكذلك الجهد الكهربائي هو النسبة ما بين طاقة الوضع الكهربائية إلى الشحنة. Only differences in potential energy are physically meaningful. Hence, potential difference between two points A and B is measurable. إذن كما تلاحظ هنا فإن طاقة الوضع عند النقطة A لوحدها أو طاقة الوضع لهذه الشحنة عند النقطة B لوحدها ليس له أهمية فيزيائية، ولكن الفرق في طاقة الوضع في هذه الحالة لهذه الشحنة بين النقطتين A و B هو الذي يعطينا الأهمية الفيزيائية. وكما تعلم فإن القوى الكهربائية تبذل شغلا على هذه الشحنة عند انتقالها مع المجال الكهربائي من النقطة A إلى النقطة B يؤدي إلى زيادة طاقة الحركة لهذه الشحنة، وبالمقابل يؤدي إلى نقصان طاقة الوضع أيضا لهذه الشحنة بنفس المقدار.
إذن the change in kinetic energy equals negative the change in potential energy. وعند انتقال هذه الشحنة الكهربائية من النقطة A إلى النقطة B تحت تأثير المجال الكهربائي، فإن فرق الجهد الكهربائي في هذه الحالة بين النقطتين A و B, the electric potential difference between points A and B is the electric potential at point B minus the electric potential at point A. وكما تعلم فإن الجهد الكهربائي لأي نقطة هو عبارة عن مقدار طاقة الوضع الكهربائية التي تمتلكها الشحنة عند تلك النقطة مقسوما على مقدار تلك الشحنة. وبالتالي فإن جهد النقطة A والنقطة B هو عبارة عن مقدار طاقة الوضع عند تلك النقطة مقسوما على مقدار الشحنة. إذن the electric potential at point B is the potential energy at point B divided by the electric charge, and the electric potential at point A is the potential energy at point A divided by the electric charge. وبالتالي نقوم بتوحيد المقامات، وبالتالي يكون فرق الجهد بين النقطتين A و B هو عبارة عن فرق في طاقة الوضع بين النقطتين A و B مقسوما على مقدار هذه الشحنة. وهذا المقدار يساوي عبارة عن سالب مضروبا في الشغل من النقطة B إلى النقطة A مقسوما على مقدار الشحنة الكهربائية. وكما تلاحظ هنا فإن فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين يقاس بوحدة جول بير كولوم. طبعا وعند انتقال هذه الشحنة من النقطة A إلى النقطة B تحت تأثير المجال الكهربائي، فإن التغير في طاقة الوضع الكهربائي لهذه الشحنة يكون أقل من صفر، لأن طاقة الوضع الكهربائية التي تمتلك هذه الشحنة عند النقطة B هي أقل من طاقة الوضع الكهربائية التي تمتلك هذه الشحنة عند النقطة A. إذن the potential energy at point B minus the potential energy at point A is less than zero. وكما تعلم فإن طاقة الوضع الكهربائية هي عبارة عن كمية عددية scalar quantity، وكذلك الجهد الكهربائي هو عبارة عن كمية عددية scalar quantity. وأيضا الجهد الكهربائي لا يعتمد على مقدار شحنة الاختبار تماما مثل المجال الكهربائي. ويمكننا هنا إعادة صياغة هذه العلاقة لتصبح كما يلي: The change in potential energy is the electric charge times the final voltage minus the initial voltage. إذن كما ذكرنا فإن الشحنات الكهربائية الموجبة تتحرك مع المجال الكهربائي من الجهد المرتفع عند النقطة A إلى الجهد المنخفض عند النقطة B. أما الشحنات الكهربائية السالبة تتحرك عكس المجال الكهربائي من الجهد المنخفض عند النقطة B إلى الجهد المرتفع عند النقطة A. The electric potential and potential energy at infinite distances is usually taken as zero. وكما تلاحظ فإن الجهد الكهربائي وطاقة الوضع الكهربائية يكون مقدارها يساوي صفر عند نقطة المرجع، وغالبا ما تكون نقطة المرجع هي اللانهاية. The ground or a conductor connected directly to the ground is taken as zero potential. إذا كان لدينا موصل وتم وصل هذا الموصل بالأرض، فإن قيمة الجهد الكهربائي لهذا الموصل يساوي صفر. The electric potential difference is also a measure of how much work a given charge can do. إذن فرق الجهد الكهربائي يمكن أيضا أن يعطينا تصور حول مقدار الشغل الذي يمكن تبذله الشحنة. Sources of electric field energy such as batteries and electric generators are meant to maintain a potential difference. إذن وظيفة البطاريات ومولدات الكهرباء هي فقط الحفاظ على فرق الجهد. The work done by the electric field to move a positive charge Q from point A to point B equals negative times the electric charge Q times the potential difference between points A and B. إذن كما تلاحظ هنا فإن الشغل الذي يبذله المجال الكهربائي لنقل الشحنة الكهربائية من النقطة A إلى النقطة B هو عبارة عن حاصل مضروب إشارة السالب في مقدار الشحنة مضروبا في فرق الجهد بين النقطتين A و B.
ويمكن التعبير عن الشغل أيضا بدلالة هذه العلاقة. Work equals the electric force times the displacement. وكما هو معروف أن القوة الكهربائية هي عبارة عن حاصل مقدار الشحنة مضروبة في المجال الكهربائي، وبالتالي يصبح الشغل في هذه الحالة هو عبارة عن حاصل مقدار الشحنة مضروبة في المجال الكهربائي مضروبا في الإزاحة، والتي تمثل المسافة ما بين الشحنتين A و B. وإذا افترضنا أن هذه العلاقة هي العلاقة رقم 1، وهذه العلاقة قمنا بتسميتها برقم 2، وقمنا بمساواة المعادلة الأولى بالمعادلة الثانية، فإن سنحصل على هذه العلاقة. وإذا قمنا باختصار مقدار الشحنة من الطرفين في هذه الحالة، فإن هذه العلاقة تصبح كما يلي: The potential difference between points A and B equals negative times the electric field times the displacement. أو يمكن إعادة صياغة هذه العلاقة لتصبح كما يلي: The electric field equals minus times the potential difference between points A and B divided by the displacement. وكما تلاحظ هنا، فإن المجال الكهربائي يقاس بوحدة فولت بير متر، ويجب التمييز ما بين الجهد الكهربائي والذي يرمز له بالرمز V، وكذلك بوحدة الجهد الكهربائي وهي الفولت، وأيضا يرمز لها بالرمز V. إذن كما درسنا، فعند انتقال الشحنة الكهربائية من النقطة A إلى النقطة B، فإن المجال الكهربائي يمكن التعبير عنه من خلال هذه العلاقة: The electric field equals minus times the ratio between the potential difference between points A and B over the distance between points A and B. وكما تلاحظ هنا، فإن المجال الكهربائي يقاس أيضا بوحدة فولت بير متر. وكما تلاحظ هنا، فإن فرق الجهد بين النقطتين يقاس بوحدة الفولت، والمسافة بين النقطتين تقاس بوحدة المتر. وكما تلاحظ هنا، إشارة السالب في هذه العلاقة فإنها تمثل اتجاه تناقص الجهد عند انتقالنا من النقطة A إلى النقطة B مع اتجاه المجال الكهربائي، فإن الجهد الكهربائي يبدأ بالتناقص. وكما تلاحظون، فإن جهد النقطة B هو أقل من جهد النقطة A. وأيضا هنا يمكن إثبات أن وحدة نيوتن بير كولوم هي تكافئ وحدة فولت بير متر. فكما تلاحظون، إذا بدأنا من نيوتن لكل كولوم، ففقط يمكن ضرب البسط والمقام بوحدة المتر. وكما تعلم، فإن وحدة نيوتن في متر هي تمثل وحدة جول، وأيضا وحدة جول لكل كولوم هي تمثل وحدة الفولت. إذن كما تلاحظ، فإن وحدة نيوتن لكل كولوم هي تكافئ وحدة فولت لكل متر، وإثبات العكس أيضا صحيح كذلك. هناك بعض الظواهر الفيزيائية والتي ترتبط بالجهد الكهربائي، ومن هذه الظواهر ظاهرة البرق، والتي ترتبط بمفهوم جهد الانهيار أو ما يسمى The Breakdown Voltage. The breakdown voltage of an insulator is the minimum voltage that causes a portion of an insulator to become electrically conductive. إذن يعرف جهد الانهيار بأنه أقل قيمة للجهد الكهربائي والتي يمكن تطبيقه على عازل كهربائي أو مادة عازلة لكي يصبح هذا العازل موصل للتيار الكهربائي. طبعا، وتحدث هذه الظاهرة إذا كان لدينا فرق جهد مرتفع جدا، وبالتالي تصبح المادة العازلة هي عبارة عن موصل للتيار الكهربائي. كما تلاحظ هنا، فإن الهواء يصبح موصل للتيار الكهربائي إذا كان لدينا مجال كهربائي أكبر من قيمة 3×10^6 فولت لكل متر. وبالتالي تحدث بعض الظواهر عند هذه القيم، مثل ظاهرة البرق، أو ظاهرة الشرارة بين الأصابع، أو ظاهرة الشرار بين اليد، يد الإنسان والسيارة. The first example: a proton is released from rest at x equal minus 2 centimeters in a constant electric field with magnitude 1.5 times 10 to the 3 newton per column pointing in the positive x direction. First, calculate the change in electric potential energy associated with the proton when it reaches x equal 5 centimeters. إذن كما تلاحظ هنا، فإنه لدينا عبارة عن بروتون، وهذا البروتون بدأ الحركة من السكون عند النقطة التي إحداثياتها x equal minus 2 centimeters في مجال كهربائي منتظم مقداره 1.5 times 10 to the 3 newton per column، وهو يشير باتجاه البوزيتيف اكس اكسس. إذن ما هو مقدار التغير في طاقة الوضع الكهربائية لهذا البروتون عندما يصل إلى النقطة التي إحداثياتها x equal 5 centimeters؟ إذن كما تلاحظ هنا، فإنه لدينا هذا المجال الكهربائي، this is the electric field pointing in the positive x direction. أيضا لدينا هذا البروتون at x equal minus 2 centimeters، وهذا البروتون بدأ الحركة تحت تأثير المجال الكهربائي
حتى وصل إلى النقطة التي إحداثياتها x equal 5 سنتيمتر. المطلوب حساب مقدار التغير في طاقة الوضع الكهربائية لهذا البروتون. The change in potential energy equals minus times the electric charge times the electric field times the displacement, which is equal minus times 1.6 times 10 to the minus 19 coulomb times 1.5 times 10 to the 3 newton per coulomb times 0.05 minus minus 0.02 meter. The change of potential energy equals minus 1.68 times 10 to the minus 17 joule. إذن كما تلاحظ هنا فإن Q تمثل هي مقدار شحنة البروتون و E تمثل مقدار المجال الكهربائي و D تمثل إزاحة هذا البروتون عندما انتقل من النقطة التي إحداثياتها سالب 2 سنتيمتر إلى النقطة التي إحداثياتها 5 سنتيمتر. وبالتالي يكون مقدار التغير في طاقة الوضع هو هذا المقدار مقاساً بالجول. B. An electron is now fired in the same direction from the same position. What is the change in electric potential energy associated with the electron if it reaches x equal 12 centimeters? إذن كما تلاحظ هنا فإنه لدينا في هذه الحالة إلكترون، وهذا الإلكترون تم إطلاقه من نفس النقطة التي بدأ البروتون عندها الحركة وهي x تساوي سالب 2 سنتيمتر، وتحت تأثير نفس المجال الكهربائي حتى وصل إلى النقطة التي إحداثياتها x تساوي 12 سنتيمتر. إذا لدينا عبارة عن إلكترون عند هذه النقطة at x equal minus 2 سنتيمترز، وهذا الإلكترون بدأ بالحركة تحت تأثير المجال الكهربائي حتى وصل إلى النقطة التي إحداثياتها x equal 12 سنتيمتر. المطلوب هو مقدار التغير في طاقة الوضع الكهربائية لهذا الإلكترون. The change in potential energy equal minus times the electric charge of the electron times the electric field times the displacement of the electron, which is equal minus minus 1.6 times 10 to the minus 19 coulomb times 1.5 times 10 to the 3 newton per coulomb times 0.12 minus minus 0.02 meters. Then the change in potential energy equals 3.36 times 10 to the minus 17 جول. إذن كما تلاحظ هنا في هذه الحالة فإن إشارة الشحنة، لأن لدينا الآن عبارة عن إلكترون، قمنا بتعويض إشارة هذه الشحنة وبالتالي حصلنا على هذا المقدار. If the direction of electric field is reversed and electron is released from rest and an electron is released at x equal 3 centimeters, by how much has the electric potential energy changed when the electron reaches x equal 7 centimeters? إذن كما تلاحظ في هذه الحالة فإنه تم عكس اتجاه المجال الكهربائي مع بقاء مقداره ثابتا. The electric field pointing in the negative x direction in this case. وأيضا لدينا إلكترون في هذه الحالة بدأ الحركة من السكون عند النقطة x equal 3 centimeters، ثم انتقل تحت تأثير مجال كهربائي حتى وصل إلى النقطة التي إحداثياتها x equal 7 centimeters. ما هو مقدار التغير في طاقة الوضع لهذا الإلكترون؟ إذن كما تلاحظ هنا فإن الإلكترون بدأ الحركة من عند هذه النقطة ثم تحرك حتى وصل إلى النقطة التي إحداثياتها x equal 7 centimeters. إذن في هذه الحالة the change in potential energy equals minus 9.6 times 10 to the minus 18 جول. ولكن في هذه الحالة كما تلاحظ فإنه تم تعويض إشارة الشحنة لأن الإلكترون شحنته سالبة، وأيضا تم تعويض إشارة سالب لأن المجال الكهربائي هو باتجاه السالب أيضا، وبالتالي حصلنا على هذه النتيجة. Find the speed of the proton at x equal 0.05 meters in part A. إذن كما تلاحظ في الفرع الأول من هذا السؤال كان لدينا بروتون at x equal minus 2 centimeters، وهذا البروتون تحرك تحت تأثير المجال الكهربائي حتى وصل إلى النقطة x equal 5 centimeters، والمطلوب هو إيجاد سرعة هذا البروتون عندما يصل إلى النقطة x equal 5 centimeters. طبعا كما تعلم فإن الزيادة الحاصلة في الطاقة الحركية عند حركة البروتون مع المجال الكهربائي هي تساوي مقدار النقص في طاقة الوضع لهذا البروتون. The change in kinetic energy equals minus times the change in potential energy.
طبعا. وكمان نعرف ان التغيير في الطاقه الحركيه ايضا هو يساوي عباره عن هاف ام في سكوير. طبعا اخذنا السرعه النهائيه at x equal 5، لان السرعه الابتدائيه عند النقطه x equal minus 2 سنتيمتر تساوي صفر. initial velocity v initial equal 0 at x equal minus 2 سنتيمتر، بينما السرعة النهائية v final وهي السرعة المطلوب إيجادها عندما يصل هذا البروتون إلى النقطة x equal 5 سنتيمتر. وبالتالي half mv square equals minus times minus 1.68 times 10 to the minus 17 جول. وكما هو معلوم فإن كتلة البروتون مقدارها 1.67 times 10 to the minus 27 كيلوغرامز، وبالتالي نعوضها في هذا في هذه المعادلة، وبالتالي نحصل على مربع السرعة v square equals 2 times 1.68 times 10 to the minus 17 جول divided by 1.67 times 10 to the minus 27 كيلوغرامز. وبالتالي the proton's velocity v equal the square root of 2 times 1.68 times 10 to the minus 17 joule divided by 1.67 times 10 to the minus 27 kilograms. And the proton's velocity equals 1.42 times 10 to the 5 meter per second. Find the initial speed of the electron at x equal minus 2 centimeters in part B, given that its speed has fallen by half when it reaches x equal 0.12 meters. إذا كما تلاحظ هنا في هذا الفرع من السؤال، المطلوب هو إيجاد السرعة الابتدائية v1 or v initial لهذا الإلكترون at x equal minus 2 centimeters. ولدينا أيضا معلومة مهمة وهي أن سرعة هذا الإلكترون قلت إلى النصف عندما وصل إلى النقطة x equal 0.12 meters. إذا كما تلاحظ في هذه الحالة فإن السرعة الابتدائية لهذا الإلكترون هي v1، والسرعة النهائية لهذا الإلكترون هي v2 at x equal 12 centimeters، وهي تساوي نصف السرعة الابتدائية half v1. وأيضا كما تعلم فإن التغير في الطاقة الحركية هو يساوي مقدار النقص في طاقة الوضع the change in kinetic energy equals minus times the change in potential energy. وكما تعلم فإن التغير في الطاقة الحركية in this case equal half mv2 square minus v1 square which is equal minus 3.36 times 10 to the minus 17 جول. وفي هذه الحالة نقوم بتعويض مقدار السرعة النهائية v2 ب v1 over 2، وبالتالي نحصل على هذه العلاقة. ونقوم بتبسيط هذه العلاقة قليلا لنحصل على النتيجة النهائية. The electron's speed v1 equals 9.92 times 10 to the 6 meter per second. وكما تلاحظ هنا فإن الكتلة في هذه الحالة تمثل كتلة الإلكترون وهي مقدارها 9.11 في 10 قوة سالب 31 كيلو غرام. Electric potential due to point charge. إذا خلال هذا الجزء من المحاضرة سنتعرف على الجهد الكهربائي الناشئ عن توزيع من الشحنات النقطية. وكما هو معلوم فإن المجال الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية the electric field equals Coulomb constant times the electric charge q over r square. وكما هو معلوم فإن r هي تمثل عبارة عن المسافة بين الشحنة الكهربائية والنقطة المراد إيجاد المجال الكهربائي عندها كنقطة P مثلا. وأيضا كما هو معلوم فإن الجهد الكهربائي والمجال الكهربائي عند نقطة المرجع يساوي صفر، ونقطة المرجع هنا هي اللانهاية. إذا الجهد الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية the electric potential equals Coulomb constant times the electric charge over R. وكما تلاحظ هنا R فإنها تمثل عبارة عن المسافة ما بين الشحنة أيضا والنقطة المراد إيجاد الجهد الكهربائي عندها. طبعا أحيانا يسمى هذا الجهد الكهربائي جهد كولوم. طبعا كما تلاحظ فإن القوى الكهربائية والمجال الكهربائي هي كميات متجهة electric force and electric fields are vector quantities.
بينما الجهد الكهربائي هو عبارة عن كمية عددية ليس لها اتجاه. Electric potential is a scalar quantity. وبالتالي هو فقط يعني يعتمد على نوع الشحنة، إذا كانت موجبة فالجهد موجب، وإذا كانت الشحنة سالبة فالجهد سالب. وكما تلاحظ هنا فإن جهد الشحنة النقطية يساوي صفر عندما تؤول المسافة إلى اللانهاية. إذا كما تعلم فإن الجهد الكهربائي يتناسب عكسيا مع المسافة. في as a function of r is inversely proportional to the distance. وكما تلاحظ هنا إذا قمنا برسم العلاقة ما بين الجهد الكهربائي وهذه المسافة فسنحصل على هذا المنحنى. وكما تلاحظ هنا فإن الجهد موجب إذا كانت الشحنة موجبة when the electric charge is larger than zero. وكما تلاحظ هنا عند المسافات البعيدة جدا when r goes to infinity v goes to zero تكون قيمة الجهد الكهربائي تساوي صفر، بينما عند المسافات القريبة جدا when r goes to zero v goes to infinity تكون قيمة الجهد الكهربائي مرتفعة جدا. وكما تلاحظ هنا هذه أيضا العلاقة ما بين الجهد الكهربائي والمسافة للشحنة السالبة. فكما تلاحظ هنا فإن الجهد سالب إذا كانت الشحنة سالبة when the electric charge is less than zero. وكما تلاحظ هنا عند المسافات البعيدة جدا when r goes to infinity v goes to zero أيضا كما تلاحظ هنا عند المسافات القريبة جدا من الصفر when r goes to zero v goes to minus infinity in this case. إذن كما درسنا فإن الجهد الكهربائي الناشئ عن شحنة موجبة تكون قيمته موجبة وفي كل مكان حول هذه الشحنة، وتقل قيمة هذا الجهد الكهربائي كلما ابتعدنا عن هذه الشحنة. The potential near a positive charge is large and positive and decreases towards zero at very large distances. وتكون قيمة الجهد الكهربائي عند المسافات الكبيرة جدا أو في اللانهاية تساوي صفر، بينما في حالة الشحنة السالبة تكون قيمة الجهد الكهربائي سالب حول هذه الشحنة وفي كل مكان، وتزداد قيمة الجهد الكهربائي كلما ابتعدنا عن هذه الشحنة. وأيضا في اللانهاية أو عند المسافات الكبيرة جدا تكون قيمة الجهد الكهربائي لهذه الشحنة تكون تساوي صفر. The potential near a negative charge is negative and increases towards zero at large distances. Electric potential due to many point charge. إذن كما تعلم فقد قمنا بدراسة الجهد الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية، وأيضا قمنا بدراسة العوامل المؤثرة على هذا الجهد الكهربائي. لكن ماذا لو كان لدينا عبارة عن توزيع من الشحنات الكهربائية كما تلاحظ هنا في هذا الشكل؟ فكما تلاحظون لدينا الشحنة Q1 وأيضا Q2 ولدينا Q3، والمطلوب هو إيجاد الجهد الكهربائي الكلي الناشئ عن هذا التوزيع من الشحنات الكهربائية عند النقطة P، the total electric potential at point P. في هذه الحالة أولا نقوم بإيجاد الجهد الكهربائي الناشئ عن الشحنة الأولى Q1 عند النقطة P، ثم نقوم بإيجاد الجهد الكهربائي الناشئ عن الشحنة الثانية Q2 عند النقطة P، ثم نقوم بإيجاد الجهد الكهربائي الناشئ عن الشحنة Q3 عند النقطة P في هذه الحالة، ومن ثم نقوم بجمع الجهد الكهربائي لكل شحنة للحصول على الجهد الكهربائي الكلي. ويمكن التعبير عن هذه العلاقة The total electric potential equals V1 plus V2 plus V3. V1 the electric potential due to point charge Q1, V2 electric potential due to point charge Q2, and V3 electric potential due to point charge Q3. ويمكن التعبير عن هذه العلاقة أيضا من خلال هذا الصيغة V equals column constant times the sum over I times QI over RI. وكما تلاحظ هذا الاندكس I فأنه يمثل عدد الشحنات، فكما تلاحظ هنا لدينا ثلاث شحنات فI تتغير من 1 إلى 3، وبالتالي تصبح V equals column constant times Q1 over R1 plus Q2 over R2 plus Q3 over R3، وبالتالي نحصل على الجهد الكلي لهذا التوزيع من الشحنات النقطية.
The second example, a 5 microcoulomb point charge is at the origin and point charge Q2 equals minus 2 microcoulomb is in the x-axis at 3 and 0 meters. A, if the electric potential is taken to be 0 at infinity, find the electric potential due to these charges at point 0 and 4 meters. B, how much work is required to bring a third point charge of 4 microcoulomb from infinity to point B? إذن كما تلاحظ هنا في هذا الشكل فإنه لدينا شحنتين الأولى مقدارها عبارة عن 5 microcoulomb وهي موضوعة عند نقطة الأصل at the origin وأيضا لدينا الشحنة الأخرى وهي Q2 ومقدارها عبارة عن minus 2 microcoulomb وموضوع عند النقطة التي إحداثياتها 3 and 0 meters. المطلوب هو إيجاد الجهد الكهربائي الكلي الناشئ عن هذا التوزيع من الشحنات الكهربائية عند النقطة P والتي إحداثياتها عبارة عن 0 and 4 meters. إذن كما تعلم فإن الجهد الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية The electric potential due to single point charge is the Coulomb constant times Q over R. وبالتالي الجهد الكهربائي الناشئ عن الشحنة Q1 V1 is the Coulomb constant times Q1 over R1. وبالتالي فقط نقوم بتعويض مقدار الشحنة Q1 وأيضا نقوم بتعويض مقدار المسافة R1 في هذه العلاقة وبالتالي نحصل على الجهد الكهربائي الناشئ عن الشحنة الأولى Q1 V1 equals 1.12 times 10 to the 4 volt. إذن كما تلاحظ فإن هنا قمنا بتعويض مقدار الشحنة وهنا قمنا بتعويض مقدار المسافة. وبما أن الشحنة موجبة في هذه الحالة فإن الجهد أيضا موجب. And V2 is the Coulomb constant times Q2 over R2. وفي هذه الحالة نقوم بتعويض إشارة الشحنة لأنها سالبة ونقوم بتعويض أيضا مقدار الشحنة وأيضا نقوم بحساب المسافة R2 لأنها غير معطاة في هذا السؤال. من خلال نظرية فيثاغورس إذن V2 equals minus 0.36 times 10 to the 4 volt and the total electric potential at point P equals V1 plus V2 which is equal 1.12 minus 0.36 times 10 to the 4 volt and this is equal 7.6 times 10 to the 3 volt B المطلوب حساب الشغل اللازم لنقل شحنة كهربائية من اللانهاية إلى النقطة P فكما هو معلوم فإن جهد اللانهائي في هذه الحالة يساوي صفر وأيضا قمنا بحساب جهد النقطة B في هذه الحالة وأيضا كما معلوم فإذا نقلنا شحنة من اللانهاية إلى داخل المجال الكهربائي فإن هذا يمثل شغل قوة خارجية وبالتالي يمثل التغير في طاقة الوضع إذن The work done by external agent equals the change in potential energy which is equal Q3 times the potential difference between points P and infinity and this is equal 4 times 10 to the minus 6 coulomb times 7.6 times 10 to the 3 minus 0 which is equal 3 times 10 to the minus 2 joule. The electric potential energy of a pair of point charges طاقة الوضع الكهربائية الناشئة عن شحنتين كهربائيتين طبعا كما تلاحظ هنا إذا كان لدينا شحنة كهربائية فإن الجهد الكهربائي عند النقطة P يعطى من خلال هذه العلاقة Coulomb constant times the electric charge over the distance between the point and the electric charge وكما تلاحظ هنا إذا أردنا إحضار شحنة من اللانهاية ووضعها عند النقطة P بواسطة مؤثر خارجي كما تلاحظ هنا في هذا الشكل فإن الشحنة Q2 تم إحضارها من اللانهاية إلى النقطة P بواسطة مؤثر خارجي فالشغل المبذول في هذه الحالة هو الشغل الخارجي وكما تعلم فإن الشغل في هذه الحالة The work done by the external force is the electric charge Q2 times the potential difference between infinity and the point P إذن فإن الشغل الذي تبذله القوى الخارجية أو المؤثر الخارجي يساوي التغير في طاقة الوضع. The work done by an external agent equals the change in potential energy. وكما تلاحظ هنا فإنه أصبح لدينا معادلتين. هذه المعادلة الأولى. وهذه هي المعادلة الثانية. وإذا قمنا بتعويض الشغل من المعادلتين نحصل على هذه العلاقة. The change in potential energy equals the electric charge Q2 times the potential difference between point P and infinity.
إذا كما تعلم فإن طاقة الوضع الكهربائية والجهد الكهربائي في اللانهاية يساوي صفر، وبالتالي نقوم بتعويض هذه المعطيات في المعادلة. وأيضا كما تعلم فإن الجهد الكهربائي الناشئ عن الشحنة Q1 عند النقطة P يساوي ثابت كولوم مضروبا في مقدار الشحنة ومقسوما على المسافة. وبالتالي تكون طاقة الوضع الناشئة عن هذا النظام المكون من شحنتين يساوي ثابت كولوم مضروبا في مقدار الشحنة الأولى Q1 مضروبا في مقدار الشحنة الثانية Q2 مقسوما على المسافة التي تفصل بين الشحنتين. وهناك ملاحظة مهمة لا بد من الانتباه لها، إذا كانت الشحنة Q2 عبارة عن شحنة موجبة وتم نقلها من اللانهاية إلى النقطة P، فإن الشغل الذي تبذله القوى الخارجية في هذه الحالة يكون موجبا للتغلب على قوة التنافر بين الشحنتين. أما إذا كانت الشحنة Q2 هي عبارة عن شحنة سالبة وتم نقلها من اللانهاية إلى النقطة P، فإن الشغل الذي تبذله القوى الخارجية في هذه الحالة يكون سالبا للتغلب على قوة التجاذب بين الشحنتين. أما إذا كان لدينا توزيع من الشحنات الكهربائية، فإن طاقة الوضع لهذا التوزيع تعطى من خلال المجموع الجبري لطاقة الوضع بين كل شحنتين. فكما تلاحظ هنا لدينا توزيع يتكون من ثلاث شحنات كهربائية Q1 Q2 و Q3، وطاقة الوضع لهذا النظام يمكن التعبير عنها من خلال المجموع الجبري لطاقة الوضع بين الشحنتين Q1 و Q2 وبين الشحنتين Q1 و Q3 وأيضا بين الشحنتين Q2 و Q3. The third example, a uniform electric field of magnitude 325 volt per meter is directed in the negative y direction. The coordinates of point A are minus 0.2 and minus 0.3 meters, and those of point B are 0.4 and 0.5 meters. Calculate the electric potential difference, the electric potential at point B minus the electric potential at point A, using the dashed line path. إذا كما تلاحظ هنا فإنه لدينا مجال كهربائي منتظم يشير باتجاه negative y direction، وأيضا لدينا نقطتين داخل هذا المجال الكهربائي هما A و B، والمطلوب هو إيجاد فرق الجهد بين النقطتين عبر المسار الموجود في هذا الشكل. فكما تعلم فإن فرق الجهد بين النقطتين لا يعتمد على المسار، ولكن في هذه الحالة المطلوب إيجاده عبر هذا المسار. إذا افترضنا أن هذه النقطة هي النقطة C، ففي هذه الحالة فإن فرق الجهد بين النقطتين A و B هو عبارة عن فرق الجهد بين النقطة A و C زائد فرق الجهد بين النقطة C و A. وكما تعلم فإن فرق الجهد بين أي نقطتين هو عبارة عن حاصل مضروب سالب في المجال الكهربائي مضروب في الإزاحة بين النقطتين. وكما تعلم فإن المجال الكهربائي في هذه الحالة يعطى بالمقدار والاتجاه، وبالتالي فإن فرق الجهد بين النقطتين B و A هو عبارة عن فرق الجهد بين النقطتين B و C زائد فرق الجهد بين النقطتين C و A. وإذا قمنا بتعويض هذه العلاقة هنا فسنحصل على هذه العلاقة. فرق الجهد بين النقطتين عبارة هو عن مضروب إشارة السالب في المجال الكهربائي مضروب في الإزاحة ما بين النقطة A و C زائد إشارة السالب مضروبة في المجال الكهربائي مضروبا في الإزاحة من النقطة C إلى النقطة B. وكما تعلم فإن الإزاحة من النقطة C إلى النقطة B هي عمودية على اتجاه المجال الكهربائي، وبالتالي فإن فرق الجهد بين النقطتين C و B هو عبارة عن صفر. وبالتالي نقوم بتعويض مقدار المجال الكهربائي كما هو في هذا السؤال، وأيضا نقوم بتعويض مقدار الإزاحة من خلال موقع النقطة A والنقطة B، وهي عبارة عن 0.8 meters، وبالتالي يكون فرق الجهد بين النقطتين B و A هو عبارة عن 260 فولت. The fourth example, three particles with equal positive charge Q are at the corners of an equilateral triangle of side A. Find the potential energy of the system. كما تلاحظ هنا إذا كان لدينا مثلث متساوي الأضلاع وهناك ثلاث شحنات تموضع عند رؤوس هذا المثلث، فإنه كما تلاحظ هنا المطلوب هو إيجاد طاقة الوضع الكهربائية لهذا النظام. وكما تعلم فإن طاقة الوضع الكهربائية في هذه الحالة هي عبارة عن مجموع الجبري لطاقة الوضع بين كل شحنتين. وإذا قمنا بتسمية هذه الشحنات ب الشحنة 1 وهذه الشحنة رقم 2 وهذه بالشحنة 3، فبالتالي فقط نقوم بالتعويض من خلال هذه العلاقة. وكما تلاحظون فإن Q1 تساوي Q2 وتساوي Q3 وتساوي Q، وكذلك R12 تساوي R13 وتساوي R23 وتساوي A. إذن طاقة الوضع الكهربائية لهذا النظام
هي عبارة عن ثلاثة مضروبة في ثابت كولوم، مضروبة في مربع الشحنة، ومقسومة على الثابت A، حيث الثابت A هو عبارة عن مسافة بين الشحنتين في هذه الحالة. وإذا افترضنا أن قيمة الثابت A هي عبارة عن 2 متر، وأن قيمة الشحنة الكهربائية هي عبارة عن 2 مايكرو كولوم، فإن طاقة الوضع الكهربائية لهذا النظام تساوي 5 ـ 4 × 10^2 جول. إذن في نهاية هذه المحاضرة لابد من التأكيد على النقاط الرئيسية التي تحدثنا حولها. The electric potential at any point in space is defined as the electric potential energy per unit charge. إذن the electric potential at point A is the potential energy at point A divided by the electric charge. إذن كما تلاحظ هنا فإن الجهد الكهربائي عند أي نقطة هو عبارة عن مقدار طاقة الوضع الكهربائية التي تمتلكها هذه الشحنة عند تلك النقطة مقسوما على مقدار هذه الشحنة. The electric potential difference between any two points is defined as the work done to move a 1 coulomb electric charge between the two points. إذن فرق الجهد بين أي نقطتين يعرف بأنه مقدار الشغل اللازم لنقل شحنة مقدارها 1 كولوم بين النقطتين. Potential difference is measured in volts and is often referred to as voltage. إذن فرق الجهد بين أي نقطتين يقاس بوحدة الفولت، وهي تكافئ جول لكل كولوم. وأيضا أحيانا نستخدم مصطلح voltage ليكافئ فرق الجهد بين النقطتين. The change in potential energy when a charge Q moves through a potential difference is the electric charge times the electric potential difference. إذن التغير في طاقة الوضع عند انتقال الشحن داخل مجال كهربائي هو عبارة عن مقدار الشحنة مضروبا في فرق الجهد بين النقطتين. The potential difference between two points A and B where a uniform electric field E exists is given by the potential difference between two points A and B is the negative times the electric field times the displacement. وكما تلاحظ هنا فإن المجال الكهربائي في هذه الحالة يعطى بالمقدار والاتجاه. طبعا إذا كان لدينا شحنة وتحركت أو انتقلت هذه الشحنة داخل المجال الكهربائي تحت تأثير القوى الكهربائية من النقطة A إلى النقطة B، فإن هذه الإزاحة مضروبة في المجال الكهربائي مضروبة في إشارة السالب هي تساوي فرق الجهد بين النقطتين A و B. The electric potential at a position B due to a single point charge Q relative to zero potential at infinity is given by the electric potential equals Coulomb constant times the electric charge over the distance r, where r is the distance from Q to position P and K is the Coulomb constant which is 1/4 times epsilon naught.